انا جاي ابارك للدكتور بدر الملا، نقول له الف مبروك، عسى الله يوفقك. كذلك ابارك للاستاذ عبد الله الكندري فوزه في الدائره الثالثه، ونقول لكل من لم يحالف الحظ هارد لك وخيرها بخيرها ان شاء الله، وانتخابات القادمه كلها سنه ونص وتكون الانتخابات الكبيره، يكون لكم التوفيق ان شاء الله. النجاح الحقيقي هو داخل المجلس ومن خلال الاداء اللي قدمه كل واحد، وليس فقط بالانتخابات. لذلك انا متفائل جدا بوجود الدكتور بدر الملا والاخ عبد الله الكندري بنجاحهم هذه المره داخل المجلس، يكونون عون لاخوانهم داخل المجلس، ونتمنى لهم التوفيق في خدمه الكويت وخدمه الشعب الكويتي. انا اقول يعني حتى لا يظلمون، لا يتم تقييمهم يعني بشكل سريع، خلي ياخذون فرصتهم ويقدمون ما عندهم. أنا استمعت لآرائهم يعني قبل الانتخابات، وحسيت أن عندهم أفكار وطروحات ومبادئ جيدة نتمنى تطبيقها، وأنا متفائل بوجودهم.